Hola a todos y bienvenidos. En este video continuamos con la práctica de la pronunciación de las letras difíciles en la lengua árabe y la letra de hoy es la letra ja, ja. Así que hoy practicamos la pronunciación de la letra ja, ja, ji, ju. Unas palabras con la letra ja. Al principio de la palabra, haruf, haruf, harif, harif, hauf, hauf, haima, haima, khala, khala, kharaz, kharaz. خلود خلود خبز خبز خف خف خزانة خزانة خروف خريف خوف خيمة خالة خرز خلود خبز خف خزانة. خاء الميدو دي لابلابرا. مخالب مخالب. يخاف يخاف. فاخر فاخر. ساخر ساخر. بخيل بخيل. سخيف سخيف. نخلة نخلة. أخت أخت. بخور بخور. إخوة إخوة. مخالب يخاف فاخر ساخر بخيل سخيف نخلة أخت بخور إخوة. Y finalmente al final de la palabra فرخ فرخ. صرخ صرخ. مخ مخ. أخ أخ. كوخ كوخ. خوخ خوخ. مطبخ مطبخ. طباخ طباخ. بطيخ بطيخ. صاروخ صاروخ. فرخ صرخ. مخ أخ. كوخ خوخ. مطبخ طباخ. بطيخ صاروخ. Ahora algunas frases. هذا خبر سخيف. هذا خبر سخيف. أخرج الخبز من الخزانة. أخرج الخبز من الخزانة. الطباخ في مطبخ الكوخ. الطباخ في مطبخ الكوخ. خالة خلود تخاف من الخروف. خالة خلود تخاف من الخروف. أخي وأختي يحبان الخوخ والبطيخ. أخي وأختي يحبان الخوخ والبطيخ. النخلة خارج الخيمة والبخور داخلها. النخلة خارج الخيمة والبخور داخلها. Gracias por mirar. Saludos.